السلام عليكم. النهاردة هنعمل لاب كبير شوية، بنجمع فيه كذا فكرة من الحاجات اللي قلناها، بحيث ان احنا ايه نتدرب عليهم كلهم مع بعض. هنعمل اس دي وين على اللوكال 40 جيت دوت، البورت 1 وبورت 2 هيبقوا باندلد مع بعض في الاس دي وين انترفيس، بحيث ان ايه يلود بالانس عليهم الترافيك بتاعه. وفي نفس الوقت هنعمل اس اس ال في بي ان على ال 40 جيت ده هوت، بحيث ان انت ايه تكونكت من بره على الايه الاس اس ال في بي ان، ونخلي كمان الاوثنتيكيشن بتاعتها منين من الاكتيف دايركتوري. تعالى كده نشوف وايه ونبتدي اللاب بتاعنا. طيب يبقى احنا اول حاجه هنلوجن على ال 40 جيت ونعمل خطوات الايه الاس دي وين. خطوات الاس دي وان احنا هنجمع هنبندل بورت 1 وبورت 2، تمام، زي ما شفنا في الايه في الرسمه النتورك دياجرام. طالما هنبندل بورت 1 وبورت 2 لازم نشيل كل الكونفيجريشن اللي على بورت 1 وبورت 2، سواء كانت راوتينج او ايه او بوليسيز. ده اول حاجه هنعملها، هنخش دلوقتي على الراوتينج وعلى البوليسيز، نشيل اي كونفيجريشن ريليتد لبورت 1 وبورت 2. يبقى يلا بينا نروح على النتورك، تمام، وعلى ستاتيك روتس، ونشيل الايه الكونفيجريشن بتاعه الراوتينج. معلش هو الفورتي جيت بطيء شوية اهو، هنعلم على الكونفيجريشن كده على السطر الراوتينج ده ونعمل له ديليت. كده ما بقيناش طالعين انترنت، نروح على البوليسيز، فايروول بوليسي، و هنختار البوليسي اللي هي فيها بورت 1 او بورت 2 ونشيلها. نعمل ديليت للبوليسي عشان هي فيها ايه بورت 1، كانت من بورت 3 لبورت 1. كده احنا ايه شلنا الكونفيجريشن اللي على بورت 1 وبورت 2. خلاص بقى هنروح لنتورك اس دي وان زونز، هنعمل بقى الزون اللي هي الايه الاس دي وان انترفيس اللي احنا هنبندل عليها الترافيك. هنقول له كرييت نيو زون، هنسميها اس دي وان، ونقول له اوكي. وهنعمل فيها اد للايه للتو انترفيسز ممبرز اللي هما بورت 1 وبورت 2، هنقول له اد انترفيس ممبر كرييت، هنأد الايه بورت 1، الجيت واي بتاعه 10.200.1.254، ده من على النتورك دياجرام. برضو انا هتأكد لكم عشان ايه اهو الجيت واي بتاع بورت 1 10.200.1.254، والتاني 10.202.254، يبقى 10.202.254 مظبوط. وهنختار الايه ال اس دي وان انترفيس كده، تمام، وهنخلي الكوست زيرو. كده بقت معانا بورت 1 هنزودها ونكرييت ايه الممبر التاني اللي هو بورت 2، هنختار بورت 2، تمام، وهنختار ال اس دي وان انترفيس، والجيت واي زي ما احنا عارفين 10.200.2.254، تمام. كده ايه
ال SD1 interface بتاعتنا، هنزود فيها بورت 2 قايمة وفيها الايه التو بورتس. تمام، فاضل لنا نعمل الراوتينج. هنروح نعمل static route على ال SD1. تمام، 0000، وهنختار ايه ال SD1 interface. تمام خلاص، اوكي. فاضل لنا البوليسيز كده، هنروح على الفايروال بوليسي، هنعمل بوليسي من الانسايد للاوتسايد عشان نطلع الترافيك بتاعنا على الانترنت. دي اسمها inside to outside. ال incoming interface بتاعتنا بورت 3، وال outside بتاعتنا اللي هي ايه ال SD1، و ال source هيبقى ال local subnet. و ال destination اللي هي ايه all، اي حاجة طالعة على الانترنت، و services all برضو. كده احنا ايه عملنا؟ تمام، عملنا البوليسي اللي المفروض اطلع على الانترنت، و كله تمام. اتست بقى الانترنت دلوقتي، هبنجي مثلا ايه google.com، الانترنت كده شغالة معايا. تمام خلاص، هبتدي بقى اعمل السيتنجز بتاعت الايه بتاعت ال SSL VPN. خلاص.